كلمة أو كلمتين صغيرين كده هو على تطور أجهزة المساحة اللي حصل في خلال الفترة اللي فاتت لغاية ما وصلنا لجي بي إس والليدر سكانر وإمكانية إن أنا أشتغل بيهم إزاي. هنتكلم بسرعة كده هو أنا سميتها رحلة عن أجهزة المساحة. يعني ايه اللي حصل في اجهزه المساحه في خلال الكام سنه اللي فاتوا؟ من اول ما كنا بنشتغل بالتجريد والميزان العادي، وبعدين بدانا نشتغل بالليزر سكانر، بدانا نشتغل بالدرون او الطيران بدون طيار، اشتغلنا بالجي بي اس، اشتغلنا بالموبايل اكويبمنت. ناخد رحله سريعه كده في الموضوعات دي لغايه ما نوصل للنقطه الاخيره. طب ايه اللي هيحصل في الكام سنه اللي جايين كمان؟ طبعا يعني معظمنا كده او الكتير مننا بيعرفوا ان لو اتكلمنا عن الميزان كاول الجهاز من اجهزه المساحه، فاحنا كنا بدانا بالميزان العادي والقابه الخشبيه، ده اللي كان تراديشنال او الكلاسيك، وكنا بنعاني منه في نقطتين اللي هي الاخطاء الشخصيه، الخطا بتاع اللي بيشتغل على الميزان سواء في تحديد القرايه ذات نفسها لما بيبص في التلسكوب او ان هو ياخد القرايه بتاعت القمه ويرجع يسجلها مره ثانيه، ممكن يحصل خطا ثاني. بعد كده تطور الميزان، دقه الميزان العادي كنا بنتكلم مثلا في السنتي 1 سنتي او 2 سنتي حاجه زي كده، في اعمال كتيره قوي بتحتاج دقه احسن من كده. فبدا التطور ان يحصل في اجهزه دقيقه او البريسايز ليفل، الدقه بتاعتها وصلت تقريبا 1 مللي، ما بتشتغلش على القامه الخشب العاديه، بتشتغل على قامه انفار، وانفار ديت عباره عن سبيكه من بعض المعادن بحيث ان التمدد بتاعها تقريبا قليل جدا او تقريبا ما فيش، يعني بحيث ان القامه ديت لما باخد عليها قرايه بتبقى قرايه دقيقه. لكن ما زال برضو كان موجود المشاكل البيرسونال او الاخطاء الشخصيه سواء في الرصد او في الكتابه. انتقلنا بعد كده الى الميزان الديجيتال. فالديجيتال دوت بيشتغل على القامه معينه من الباركود، ان هو الجهاز يقدر يحس بيه القيمه اللي انا بوجه عليها مباشره وتطلع لي على الشاشه اللي موجوده في الميزان. فبالتالي واحده من الاخطاء اللي اتشالت اخطاء الكتابه وحتى اخطاء الرصد برضه قلت لدرجه كبيره. لكن الديجيتال العادي برضه ما زلت برضه بتكلم في دقه الواحد سنتي. بعد كده اهوت او من ضمن الحاجات الجهاز الليزر او ميزان الليزر، الليزر ليفل دقته برضه ما زلنا في الواحد سنتي، لكن المميزات بتاعته ان هو بيشتغل ديجيتال، بيقدر ان انا احدد بيه ليفل معين خاصة في الأعمال الإنشائية، أنا عاوز أظبط على ليفل معين، فالجهاز بيتظبط حتى أما بيلف 360 درجة بتوعه بيثبت لي الليفل اللي أنا عاوزه، وبالتالي أي أعمال تسوية طريق ولا أي حاجة أنا بحافظ على الليفل اللي أنا عاوزه. آخر حاجة وصلناها في الموازين اللي هو ديجيتال وبريسايز، رقمي ودقيق أيضا. يبقى بنتكلم في دقة وصلت ل 2.1 من المليمتر، نتكلم في جهاز ديجيتال اشتغل على قامة باركود، لكن باركود من الانفار ذات نفسها، اتشال عندي اخطاء التوجيه وايضا اخطاء الدوكيومنتيشن، لان كل حاجه بعد كده هو مجرد ما باخد القرايه بسجلها في الميموري بتاعت الجهاز، وارجع بعد كده هو في اخر النهار بنزل بعمل داونلود لكل دوت على الكمبيوتر وابدا اعمل الحسابات بتاعتي، او في بعض الاجهزه كمان النهارده بيبقى فيها برنامج حساب مثبت على الجهاز ذات نفسه، بحيث ان بعد ما بخلص خط الميزانيه مجرد ما بخلصه بيقول لي خطا القفل بتاع قد ايه، وهل هو مسموح بيه ولا مش مسموح بيه، اكمل الشغل ولا اعيده تاني. فكل الامكانيات ديت بقت موجوده في الديجيتال بريسايز ليفل. طبعا كل ما التقنيه بتاعت الجهاز بتزيد كل ما ثمنه كمان بيزيد. طيب ده بالنسبه للميزان. يعني بتكلم في الفيرتيكال بس في الاتش. اما باجي اقيس حاجه في الاكس والواي او المستوى الافقي، فده ما بالتدريج، التدريج العادي
اوبتيكال، كنت ببص في التلسكوب بتاعه وباخد القرايه واسجلها. فبرضه نفس الحكايه، المشاكل ما زالت موجوده في التوجيه وفي الكتابه او التسجيل. التودي كان بيقيس زوايا فقط، التوديت العادي او التقليدي زوايا، دقه بتتراوح ممكن يوصل لواحد ثانيه ويتدرج الى 10 ثواني على حسب دقه المشروع او دقه الشغل اللي انا عاوزه. طبعا عشان احسب احداثيات فانا محتاج زوايا ومسافات. طيب التدريب بيقيس زوايا بس، فكنا بنستخدم معاه شريط. فبقيس المسافه ما بين نقطتين، كنت بقيسها بالشريط بحيث اني باخد الزوايا من التدريب واخد المسافات من الشريط وابدا اكمل حساباتي بعد كده لغايه ما اوصل ان انا احسب الاحداثيات. في تقريبا نهاية السبعينات أو أول الثمانينات بدأنا نشتغل على الليزر أو أجهزة الـ EDM Electronic Distance Measurement، اختصرناها في الـ EDM. الفكرة الأساسية إن الجهاز بيبعت شعاع ليزر ترتد من العاكس ترجع للجهاز مرة تانية، بيقيس الزمن اللي خدته أشعة الليزر دي رايح جاي. الزمن ده لو ضربته في سرعة الضوء أقدر أحسب المسافة اللي ما بين الجهاز وما بين العكس. طبعا ده كان اختراع رهيب يعني في الوقت دوت، ان بلاش شريط ويبقى في جهاز متركب على التدريب زي ما احنا شايفين كده، كان بيبقى جهاز منفصل متركب على التدريب دي، بحيث ان انا باخد الزوايا من التدريب واخد المسافات من جهاز الاي دي ام او كان الاسم الشائع دي الديستومات. ده واحد من الشركات يعني، لكن الاسم انتشر اكتر ان انا معايا جهاز ديستومات حتى لو من شركه تانية، لكن الاسم العلمي دي الاي دي ام. بعد كده خدنا التودليت البصري وعملنا منه تودليت رقمي. تودليت رقمي يعني ايه؟ يعني موجود الشاشه بتاعته بحيث ان الزاويه اللي انا هقيسها مش لازم اكتبها، هتظهر لي على الشاشه. بعد كده هو في زرار ريكورد، جهاز فيه شريحه صغيره ميموري صغيره كده اهوت، بحيث ان انا الزاويه بعد ما بتطلع على الشاشه فلو زرار الريكورد بيخزنها لي، واجي اخر النهار في المكتب بنقل الداتا بتاعتي كلها مره واحده. بعد الديجيتال تدريت وصلنا لحاجه اطلقوا عليها اسم التوتال ستيشن او المحطه الشامله او المحطه المتكامله. هي عباره عن ايه؟ عباره عن تدريت رقمي اللي لسه بنتكلم عنه، جهاز ديستومات او اي دي ام، جهاز قياس المسافات، بس بدل ما كان كل واحد فيهم جهاز لوحده وبحط بركبهم هما الاثنين فوق بعض، لا حطيناهم كلهم في جهاز واحد، وزودنا عليه كمان شريحه كمبيوتر موجوده جوه الجهاز، بحيث ان مش مجرد بخزن البيانات اللي هتجيلي، يعني بعد ما الزاويه الافقيه والزاويه الراسيه تطلع بخزنهم. لما بشتغل بالديستومات او اي دي ام اللي موجود جوه الجهاز اقدر اقيس المسافه واقدر اخزنها. طب خزنت زوايا وخزنت مسافات، طب عاوز احسب احداثيات، مش لازم بقى اطلع دول كلهم في اخر النهار وابدا ان انا احسب، يبقى عندي برنامج لحساب الاحداثيات، لا ده البرنامج ده اتحط كمان جوه كمبيوتر صغير داخل الجهاز، بحيث ان الجهاز دلوقتي بقى يقيس ويسجل ويحسب. فبالتالي من هنا جه اسم التوتال ستيشن، هو مجرد او يعني مجموعه من الاجهزه، ديجيتال ديليت مع اي دي ام مع كمبيوتر وبالاضافه للبروسيسنج او برامج الحسابات. يبقى ده التوتال ستيشن اللي كلنا عرفناه يمكن من 20 او 25 سنه. طب هل حصل في تطور كمان في الكام سنه اللي فاتوا؟ وصلنا الى الموتورايز توتال ستيشن او اللي بيسموها روبوتك توتال ستيشن. توتال ستيشن بموتور او روبوتك كانها انسان آلي. الفكره كلها ان الجهاز نفسه بقى متركب على موتور. التوتال ستيشن العاديه انا اللي كنت بحركها يمين وشمال عشان ارصد، لا الجهاز متركب على موتور بحيث ان الجهاز يقدر يلف 360 درجه كلهم. طب هيلف يعمل ايه؟ وهو بيلف بيدور على العاكس، العاكس موجود فين؟ لغايه ما يشوف العاكس يقدر يعمل له ريكوجنيشن او يثبت عليه. الفكره كلها ايه؟ الفكره كلها ان الاول مهندس المساحه كان هو اللي بيقف على الجهاز،
وهو اللي بيوجه الراصد بتاعه، يقول له تعالى يمين تعالى شمال، اقصد لي النقطه ديت، لا اتحرك للنقطه اللي بعدها. ولو المسافات كبيره كنا بنحتاج يعني في بعض المناطق ما بيبقاش مثلا فيها شبكه موبايل، فبحتاج سلكي ان انا اتواصل ما بين الجهاز وما بين العاكس بتاعه. بس هي المشكله كلها ان انا اللي فاهم انا عاوز ايه وعاوز ارصد ايه والنقط المهمه بالنسبه لي في المشروع دوت، وانا واقف على الجهاز فمش قادر اخلي المساعد بتاعي وهو ماسك العاكس يتحرك بالاسلوب اللي انا عاوزه. قالوا طيب خلاص احنا هنلغي فكره ان المهندس هو اللي يقف على الجهاز، المهندس هو اللي يروح يمسك العاكس، بحيث ان هو في راديو ما بين العاكس وما بين الجهاز، وانا واقف انا عاوز النقطه دي، انا عارف ان هي مهمه عاوز ارصدها، من خلال وحده الراديو انا بتحكم في التوتال ستيشن اخليها تلف لغايه ما تيجي تشوف العاكس بتاعه وترصده وانا واقف. ومن خلال داتا كولكتور صغيره يعني اهوت انا اللي بقول سجل النقطه دي او احسبها او طلع لي احداثياتها. فكل الشغل بتاعي بقى المهندس ذات نفسه هو اللي ماسك العاكس. التوتال ستيشن في الحاله ديت هو مجرد بس اجيب واحد عامل يقعد جنبها عشان ما تتسرقش، لكن ما حدش بيقرب لها. التوتال بتلف زي 360 درجه، ممكن التلسكوب بتاعها يطلع فوق وتحت في المستوى الراسي، بحيث ان انا بتحكم في كل حاجه من خلال العاكس مع الداتا كولكتور. طبعا دي من احدث الأجهزة في مجال المساحة، بنسميها روتيتنج لوكيت بريزم، هو بيلف بيقدر يجيب البريزم ويحدد عليه. طبعا ادتني حرية أكتر في الشغل بتاعي، أن أنا اللي بتحكم النقط اللي عاوز أرصدها وفين ومكانها فين والكلام دوت. الرينج بتاع وحدة الراديو ما بيني وما بين الجهاز بتاعته يوصل لـ 4000 متر، الجهاز بتاعي معلوها ب 4 كيلو اروح بعيد عنه، بس انا اللي ما زلت متحكم في الجهاز وحركه الجهاز. طبعا مع امكانيات التوتال ستيشن الاصليه اللي هي ان في سوفت وير موجود جوه الجهاز بيقدر يعمل بروسيسنج، وانا واقف في الموقع اقدر اطلع الاكس واي زد مباشره، كل نقطه انا هرصدها بحسب لها الاساسيات 3 دي او ثلاثيه الابعاد. ده من احدث الحاجات في التوتال ستيشن الروبوتك او الموتورايز توتال ستيشن. حاجه ثانيه برضو حاجات حديثه شويه يمكن في الكام سنه اللي فاتوا، جي بي اس توتال ستيشن. واحد كنا بنشتغل توتال ستيشن لوحدها، ولو عاوز اثبت نقط احداثيات كنترول بوينت بجيب جهاز جي بي اس وارصد النقط اللي عندي، بعد ما بخلص الشبكه الاساسيه اجيب التوتال ستيشن وابدا ان انا اكمل. يعني ده جهاز وده جهاز وده ايام شغل وده ايام شغل تانية. قال لك لا طب ما خلاص هنريحك ونعمل لك هما الاثنين في جهاز واحد. يبقى هجيب جي بي اس واركبه فوق التوتال ستيشن، مش مجرد تركيب لكن اصبحوا هما الاثنين في اطار واحد او في جهاز واحد، بحيث ان انت عاوز تبدا في الاول تعمل الكنترول بوينت بتاعتك خلاص الجي بي اس هيشتغل. خلصت كل الكنترولز اللي انت عاوزها في المشروع، عاوز ترفع بالجي بي اس، الجي بي اس شغال معاك. لا دخلت في منطقه ما فيهاش اشارات جي بي اس او في نفق او حته يعني الجي بي اس الاشارات بتاعته مش كويسه معايا، خلاص بدل الجي بي اس او مشغل التوتال ستيشن واكمل. اكمل على ايه؟ ما كل الداتا بتاعتي موجوده في مشروع واحد فريم واحد. هتجيب اكس واي زد مثلا على الدبليو جي اس 84، بس السوفت وير هيحولها لي، هيعمل لي اسبوت، هيشتغل لي، هيجيب لي الايست والنورث على الداتا اللي انا عاوزه. يبقى لما التوتال ستيشن يبدا يشتغل هو خلاص كل النقط بتاعته موجوده على المستوى الافقي او ال 2 دي. فكده دمجت جهازين مع بعض او نظريتين من نظريات الجي بي اس دمجتهم هما الاثنين في جهاز واحد. فده التوتال ستيشن جي بي اس، وده من احدث الحاجات اللي موجوده النهارده في مجال المساحه. يمكن في مصر مش موجود كتير يعني، بس اعتقد ليا يعني ناس كتير قالت ان هو اشتغلوا عليه وعملوا بيه شغل كويس. النقطه الثالثه اللي هنتكلم عليها في تقنيات الاجهزه المساحيه الليزر. احنا لسه كنا بنتكلم على التدريج، ولما اخترعنا الاي دي ام او التوتال الديستومات
الاستومات عباره عن جهاز زي ما بنقول كده بيطلق شعاع ليزر يروح ويجي يرجع لي تاني من خلال قياس الزمن، اقدر بسرعه الضوء احسب المسافه. فدي كانت الفكره القديمه بتاعتنا. في التوتال ستيشن انا بخلي الجهاز يطلع نقطه واحده على العاكس اللي انا واقف عليه. فطبعا الانتاجيه بتاعته ما هياش عاليه. انا كل نقطه عاوز ارصدها بظبط الجهاز وبقول له شغل الاي دي ام يبعت الشعاع ويرجع ويحسب المسافه يجيب لي المسافه ديت. قالوا طيب ما بدل ما نبعت شعاع واحد نبعت حزمه من الاشعه. يعني 100,000 مثلا شعاع يطلعوا من الجهاز في نفس اللحظه. كل شعاع هيروح يخبط في حته. بس كلهم هيخبط في المكان ويرجع لي. يبقى كده حسبت المسافه ما بين الجهاز وما بين النقطه دي. والنقطه اللي جنبها، النقطه اللي جنبها، والنقطه اللي جنبها، والنقطه اللي جنبها. 100,000 شعاع بيطلعوا في نفس اللحظة، فكأني رصدت 100,000 نقطة في ثانية واحدة. وده اللي هو بداية موضوع الليزر سكانر. يبقى بدل ما كان في التوتال ستيشن نبضة واحدة أو شعاع واحد في الدقيقة أو في الثانية، النهاردة بنوصل لغاية تقريبا في بعض الأجهزة وصلت لمليون نبضة في الثانية الواحدة. الرينج بتاعي برضو وصلنا لبعض الاجهزه ممكن توصل الى 8 كيلو. يعني وانا واقف بعد رفع منطقه معينه ممكن اوصل لغايه 8 كيلو مسافه من المنطقه او من الجهاز اللي انا واقف عليه. الليزر سكانر ممكن يبقى عباره عن جهازين او نوعين من الاجهزه. جهاز الليزر سكانر في حد ذاته ده جهاز، وفي ليزر سكانر يبقى مع توتال ستيشن. يعني متركبين هما الاثنين في جهاز واحد، بس ان انا ممكن ارصد توتال ستيشن عادي في وقت معين عاوز اجيب البانوراما كامله واشغل الليزر سكانر. ممكن الليزر سكانر بيبقى جهاز منفصل في حد ذاته. طبعا مش هتكلم كتير قوي في الموضوع ده، مثلا بيقول لا يفتى ومالك في المدينه. يعني بقى معانا مالك بتاع الليزر سكانر. هو لسه الميم بتاع مالك. ولسه الميم. برضه بس هو هياخد الالف ويطلع بيها. الليزر سكانر برضه من ضمن الحاجات زودنا عليه بعد كده هو الموبايل مابنج سيستم. ايه بقى الموبايل مابنج سيستم؟ هو مجموعه من الاجهزه دمجناهم كلهم في جهاز واحد. يبقى عندي ليزر سكانر، معايا جهاز جي بي اس، معايا جهاز انيرشال، كمبيوتر، كاميرا، وممكن كمان فيديو. كل الأجهزة دي اتحطت في جهاز واحد، ولذلك أطلق عليه موبايل مابنج سيستم أو اختصارا MMS. ممكن يتحط على العربية، ممكن يتحط لوحده على ترايبود، ممكن أحطه على مركب، ممكن أحطه على قطر سكة حديد، أيا كان البلاتفورم أو المنصة اللي هيشتغل عليها الجهاز فهو بنعمل بيشتغل بنفس الكفاءة. يبقى وانا ماشي شغل الجهاز، الليزر سكانر بتاعي عمال يرصد لي كل اللي حواليا، الليزر سكانر بيلف وانا حاطه مثلا على العربيه فهو بيلف 360 درجه، فبيرصد اللي على اليمين واللي قدامي واللي على شمالي واللي ورايا في الدوره الكامله دي. كل نقطه بدا الليزر سكانر يشتغل عليها ويبعت الاشعه بتاعته الاحداث بتاع النقطه دي بجيبه من الجي بي اس. يبقى كل لحظه انا اشتغلت عليها جاب لها الاكس والواي والزد بتاعتها، بحيث ان كل الاشعه اللي رايحه ديت اقدر كلها منسوب على نفس النقطه، النقطه دي احداثياتها اصبحت معلومه، يبقى كل اللي انا رفعته دوت باحداثيات حقيقيه معلومه. لو حصل اي مشكله دخلت في نفق ولا اي حاجه عشان ما اوقفش الشغل بتاعي، عندي جهاز الانيرشال يقدر ان هو في الحاله دي يكمل لي الحصول على الاحداثيات، والليزر سكانر برضه شغال ما بيقفش. زي ما بنقول الليزر سكانر ليه ابلكيشن كتيره قوي، هي تقريبا معظم الابلكيشن بتاع الليزر سكانر ممكن اشتغل عليها موبايل مابنج سيستم، بس هو جهاز اسرع، البرودكشن بتاعته بالتاكيد اعلى، وطبعا ثمنه اغلى من الليزر سكانر لانه عباره عن مجموعة من الأجهزة وليس جهاز واحد.
عايز اقول بس ان الجهاز ده موجود عندنا في مصر، موجود في مرسى الكرم، موجود في المرصد وموجود في الاسعاف العسكرية. نعم. وفي حد تاني عنده برضه ليزر اشتغلت عليه في 2017. ان انا اعرفه هم ثلاث اجهزه في مصر. فالنزاع العسكرية شغالة دي اكتر حاجة المحاجر. لا عاوز ارجع. اكتر حاجة شغالة فيه المحاجر. ليه المحاجر بالذات؟ المحاجر ده عبارة عن جبل شركات المقاولات عمالة تقطع منه. طيب. حاسب شركة المقاولات دي هو خد كام من الجبل ده، قطع قد ايه؟ كام متر مكعب؟ هو الجبل ده صحيح يعني ما فيش حد مالكه، بس لا الحكومة هي اللي بتشرف على الموضوع دوت وبتحاسب شركات المقاولات انت خدت كام متر مكعب من الجبل ده. طيب انا هطلع النهارده بالليزر سكانر اعدي على الجبل ده من اوله لاخره. في العربية كده اهوت، العملية ما بتاخدش أكتر من ساعة، ساعة ونص. وأجي بعد أسبوع أكرر نفس الكلام ده تاني. المرة الأولانية أنا عملت 3D سيرفيس للجبل في حالته. المرة التانية برضه نفس الكلام، أنا رفعت الجبل إكس واي وزد. لو طرحت الاتنين من بعض هعرف شركة المقاولات قطعت قد إيه من الجبل. فبالتالي اقدر احاسب شركه المقاولات ديت اقول له والله انت الاسبوع اللي فات قطعت مثلا 2000 متر مكعب، روح حسابه بعد كده. لا في شركه ثانيه في النطاق بتاعها قطعت مثلا يا دوبك 1000 متر مكعب، فبالتالي المساله العسكريه خدت او اشترت الجهاز دوت لهذا السبب بعد ما هم خدوا حق الاشراف على المحاجر. طبعا يعني ثمن الجهاز مع انه غالي جدا بس بالنسبه لهم جابوا ثمنه سنة أو أقل من سنة، لأن هو بياخد نسبة معينة من المحاجر زي نفسها اللي تتقطع، وبالتالي جاب ثمن الجهاز بسهولة جدا. طيب من ضمن الحاجات برضه اللي في مجال المساحة الدرون أو الطائرات بدون طيار. الدرون في حد ذاتها ما هي إلا او كارير، حاجه بتشيل زي العربيه كده اهو. الدرون ما هياش حاجه تقنيه في المساحه زي بالظبط اشتريت عربيه، انت عاوز تعمل ايه بالعربيه وعاوز تحط فيها ايه، هو ده الاساس. الدرون مجرد طياره وبتطير، ليها مثلا سرعه معينه، ليها ليميت معينه، تقدر تطير لغايه مثلا 1000 متر ولا 2000 متر وترجع مره ثانيه، وانا اللي بتحكم فيها فقط لا غير. لكن بتوع المساحه قال لك طيب احنا هنستغل الدرون ليه؟ ان احنا نحط عليها الجهاز اللي انا عاوزه. يبقى ممكن احط عليها كاميرا بحيث ان وهي بتطير وعماله تلف في المنطقه شغاله عماله تصور. والناس بتوع الفوتوجرامتري والريموت سنسنج يقدروا بقى ياخدوا الصور دي ويطلعوا لي منها كم معلومات رهيب جدا. ممكن احط الكاميرا اللي بتصور العادي وكمان انفراريد او اشعه تحت حمراء. في تطبيقات كتيره للانفراريد في مجال المساحه والخرائط. ممكن احط جهاز لايدار او جهاز ليزر، يبقى الطياره وهي شغاله بتبعت الجهاز دوت عمال يبعت اشعه ليزر للارض وترجع له مره ثانيه يستقبلها بحيث ان يعمل لي موديل الجغرافيا مثلا للمنطقه دي من اولها لاخرها. يبقى بدل ما كنت حاطط الجهاز على عربيه في الموبايل مابينج سيستم او جهاز ليزر سكانر واقف على ترايبود وشغال دي، لا ده انا احطه في الطياره دي، والطياره طول ما هي عماله تلف في المنطقه اللي انا عاوزها عماله تبعت لي اشعه بحيث ان انا اقدر بعد كده هو اعمل 3 دي اكس واي زد لكل المنطقه اللي اتعملت بيها. طبعا حاجه من ضمن الحاجات، طب الطياره ديت جهاز الليزر اللي فيها عمال يبعت اشعه للارض وترجع له تاني، بس الاشعه دي ملهاش احداثيات او النقط دي ملهاش احداثيات. طب انا اجيب احداثياتها ازاي؟ فبنحط مع الطياره ذات نفسها جهاز جي بي اس بحيث ان هو يا اما يستقبل اشارات الجي بي اس
يسجلها واجي بعد كده اما اخر النهار باخد ارصاد الجي بي اس ارصاد الليزر اللي انا حاطه في الطياره واعمل كومباينيشن، او ان الجي بي اس دوت لو في شبكه محطه اقدر اعمل عليها ار تي كي، فالنقطه ذات نفسها بتبث التصحيحات بتاعتها بتوصل للطياره بحيث ان هي يبقى في نفس اللحظه يجيب الاحتسيات اكس واي زد لكل لحظه في الطياره مباشره، وطبعا بسهوله جدا يبقى اقدر اخد الاحداث بتاع النقطه دي احطه مع الليزر اللي انا عامله او ان كان كاميرا انا شغال بيها ايا كان الجهاز اللي انا هشتغل بيه، يبقى كده جبت الاحداثيات ريل تايم. يبقى ده برضو من ضمن الحاجات اللي بدات ناس كتيره قوي تشتغل باستخدام الدرون واصبح ليها تطبيقات كتيره جدا. للاسف عندنا في مصر ما زالت المشكله لسه برضو شويه ان الدرون يعني عاوز تصريح امني وبتاع مش عارف ايه، فالعمليه لسه ما انتشرتش، بس متوقع ان هو يعني في الفتره اللي جايه يبقى منتشر اكتر من دلوقتي. جي بي اس او عشان ما حدش يقول بقى جي بي اس، لا جي ام اس اس جلوبال نافيجيشن ساتلايت سيستم، تحديد المواقع باستخدام الاقمار الصناعيه. طبعا بين قوسين انا كاتب جي بي اس لان هو ده اشهر واحد من الاربعه، في اربع تقنيات بنستخدم فيهم الاقمار الصناعيه في تحديد المواقع، هما دول الاربعه مع بعض بنقول جلوبال نافيجيشن ساتلايت سيستم او جي ان اس اس، اللي هو جي بي اس الامريكي، جلوناس الروسي، البيدو الصيني، وجاليليو الاوروبي. فدول اربع تقنيات او اربع سيستم لتحديد الاحداثيات او الحصول على الاحداثيات من خلال الاقمار الصناعيه. طيب الجي بي اس في مصر مش جديد، يعني على حسب معلوماتي ان هو مثلا 1985 86 بدأنا نشتغل بالجي بي اس في مصر. كانت الفكره الاساسيه بتاعتنا اما بدأنا باخد بستاتيك، يعني باخد الجهاز وبيقف في نقطه معينه واسيبه شغال مثلا ساعه ساعتين على حسب الدقه اللي انا عاوزها، وباجي اخر النهار باخد الداتا اشوفها واعمل بروسيسنج. وصلنا بعد كده الكاينيماتيك. كاينيماتيك يا اما انا بشتغل بي بي كي او ار تي كي. بي بي كي بوست بروسيسنج كاينيماتيك، ار تي كي ريل تايم كاينيماتيك. يعني الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ببساطه كده هو ان انا بيبقى عندي جهاز واقف على نقطه معلومه انا عارف احداثها، والجهاز الثاني بيرصد لي النقط الجديده اللي انا عاوزها، يا اما في الوضع الاستاتيك يا اما حاطه على العربيه وشغال رايح جاي. طيب النقطة الأساسية المعلومة اللي أنا بسميها البيز. النقطة الثانية ما عندهاش كنترول على الإحداثي. دقة الجي بي اس الريل تايم بتاعه بتكلم في 3-4 متر. الدقة الحقيقية بتاعته. فبالتالي كل النقط اللي أنا برصدها الجديدة هتبقى بدقة 3-4 متر. طبعًا دقة مش ما تنفعش في مجال المساحة خالص. قال لك طيب انت عندك النقطة المعلومة اللي انت عارف احداثياتها، في كل لحظة رصد الجي بي اس هنا والجي بي اس في الجهاز المتحرك، فطالما ان هما الاثنين مرصودين في نفس اللحظة فممكن نقول والله الخطأ اللي هنا هو نفس الخطأ اللي هنا، وخاصة المسافات مش كبيرة. طب الخطأ ده انا اقدر اعرفه، اشوف القيمة اللي اداني الجي بي اس كام والنقطة دي انا عارف احداثياتها، فاقدر اطرح الاثنين من بعض اعرف الخطا في هذه اللحظه بتاع القمر دوت. يبقى في كل لحظه كل قمر انا رصدته قدرت اعرف قيمه الخطا فيه. هاجي اخر النهار اعمل داونلود للجهاز اللي انا موقفه بيس على نقطه معلومه والجهاز اللي كان بيتحرك على النقطه المجهوله، بحيث ان انا من خلال السوفت وير اقدر اقول والله في اللحظه دي القمر الصناعي الفلاني الخطا بتاعه كان كام، يبقى اطرح القيمه دي من ارصاد النقطه الثانيه. يبقى كده قدرت اوصل لكل الارصاد الجديده اللي انا عملتها، صححت الخطا بتاعها بدل ما كان 3-4 متر نزلته مثلا لسنتيمترات. الطريقه دي بعمل الكلام بتاعي ده كله في المكتب بعد ما اخلص الشغل، عشان كده بنسميها بوست بروسيسنج. يعني الشغل بتاعها بيتعمل على الكمبيوتر.
العكس بقى في الطريقة التانية، لا في بعض التطبيقات انا عاوز الاحداث الحقيقي يطلع لي وانا واقف في الموقع، الاحداث المصحح وانا واقف في الموقع. طب هعمل ايه؟ قال لك ببساطة قوي، هنعمل راديو لينك ما بين الجهازين، الجهاز الثابت اللي انت عارف الاحداثيات بتاعته والجهاز المتحرك اللي هو شغال على النقط الجديدة. يبقى في اللحظة دي الجهاز دوت عارف قيمة الخطأ اللي عنده، لأن هو بيقارنه بالإحداث الحي المعلوم، فعرف قيمة الخطأ. من خلال وحدة الراديو هيبعت قيمة الخطأ للجهاز التاني اللي هو اللي بيتحرك أو المجهول. يبقى الجهاز دوت جاب إحداثيات من الجي بي إس مش دقيقة، فيها 2 3 متر مثلا خطأ، لكن جاله كوركشن من الجهاز الأساسي، فيقدر يصحح نفسه بنفس الطريقة. بس هنا كنت بعمل الكلام ده في المكتب، لا هنا هعمل الكلام ده في الفيلد ذات نفسه من خلال وحدة راديو ما بين الجهازين. فدي التكنيك التاني اللي كلنا بنشتغل فيه، يا اما RTK يا اما BBK. طيب هو حصل حاجة جديدة في الكلام دوت في الكام سنة اللي فاتوا؟ حصل حاجات جديدة، من اولهم مثلا ساتلايت بيزد كوركشن سيرفيس. شركات عالمية بدأ يبقى ليها محطات جي بي اس على مستوى العالم، محطات ثابتة بحيث ان هو شغال 24 ساعة، بقدر اعرف قيمة الخطأ في كل لحظة من اللحظات. طب عاوز ابعته للناس اللي هتشتغل، ما اقدرش ابعته بقى بالراديو، الراديو مهما كان ليه ليميت مثلا 5 كيلو 10 كيلو، لا ده انا هاخد الكوركشن دوت وهبثه الساتلايت بتاعي، الساتلايت ده يرجع مرة تانية يبث الكوركشن للناس اللي شغالين على الأرض اللي ليهم اشتراك عند نفس الشركة دي. فيبقى بالتالي وأنا بشتغل بجهاز جي بي إس أنا معايا جهاز واحد بروح بنزل أشتغل بيه. وبعدين يقول لي طب ما هنبقى بنتكلم في دقة 2 3 متر. لا 2 3 متر دي دقة الجي بي إس لوحده. لكن هيجيلي التصحيحات من الشركة ديت اللي شغالة بأقمار صناعية، هيجي لي التصحيح بتاعها في نفس اللحظه، يبقى هنزل من 2 3 متر الى سنتيمتر. بس طبعا ده بفلوس مش مجانا، الشركه ذات نفسها عندها مجموعه نقاط شغاله 24 ساعه على مستوى العالم وليها قمر صناعي بتاعها اللي هو بيعمل البث للكوركشن، فكل ده عشان اشترك معاهم لازم ادفع بالاشتراك على حسب انت عاوز دقه قد ايه وعاوزها لمده قد ايه. ممكن بعضهم بيوصل مثلا لل 5 سنتيمتر، قول والله انا عاوز اشترك في الخدمه بتاعت ال 5 سنتي مثلا، يقول لك الشهر بكام دولار؟ يبقى انا بشترك عنده وبدفع له الفلوس ديت بحيث ان الجهاز بتاعي يقدر ان هو يستقبل كمان الكوركشن اللي جايه من القمر بتاع الشركه دي. من ضمن الحاجات برضو التقنيات الحديثه في مجال الجي بي اس التريبل بي او الثلاثه بي، بريسايز بوينت بوزيشن، صناعه بي 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 او التريبل بي. التريبل بي النهارده ممكن اشتغل بيه بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان في مؤسسه عالميه الاي جي اس عندها مجموعه من المحطات على مستوى العالم شغاله 24 ساعه. انا لو جبت جهاز واحد ونزلت اشتغل في الموقع بتاعي بعد اخر النهار بدخل على النت اروح الموقع المنظمه دي شوف اقرب نقطه من النقط بتاعتهم موجوده فين، اقدر اعمل داونلود للداتا بتاعتها كانها بيز انا كنت عارفها ودي مجان. يبقى هجيب الداتا بتاعت المحطه ديت كاني كنت بعت جهاز من عندي راح وقف عليها، انا هعمل داونلود للداتا دي ولنفس الموقع ده اللي هو الاي جي اس او الانترناشونال جي ان اس سيرفيس، هو بعد كده بيقول لي النقطه دي احداثياتها قد ايه. يبقى كاني بالظبط بقى عندي بيز معلومه وعارف احداثياتها اقدر اشتغل عليها من خلال جهاز واحد اللي هو اسلوب التريبل بي. او ان انا برضه من ضمن الحاجات اللي حصلت في كام سنه اللي فاتوا، لا ده بقى في تقنيات معينه او بروسيسنج بطريقه معينه ان انا مش محتاج نقطه بيز اربط عليها، ده مني للقمر الصناعي مباشره. اشوف الاخطاء اللي كانت بتحصل في القمر الصناعي اقدر اعالجها من خلال تكنيك معينه او سوفت وير معين، بحيث ان كل نقطه انا برصدها اقدر اوصل لها، اقدر اخفض
او ازود الدقة بتاعتها الى مثلا سنتيمترات من غير مربط ولا IGS ستيشن ولا اي حاجة. والنهاردة في مواقع انترنت بتعمل الكلام دوت. وفي نفس الوقت حتى السوفت وير الكوميرشال بتاعتنا بقت برضو تقدر تعمل الكلام دوت. بس محتاجة زمن رصد اطول شوية. يعني لو عاوز اوصل لدقة الواحد سنتي مثلا ما اقدرش، لازم اقف بالجهاز بتاعي على الاقل مثلا ساعتين او ثلاث ساعات. بعد كده اشغل السوفت وير عشان يحسب لي الاحداثيات بتاعتي. لكن لو مثلا وقفت 10 او 15 دقيقه ربع ساعه كده يبقى بتوقع ان الدقه بتاعتي مثلا كانت في 20 30 سنتي. عاوز دقه احسن طب اقف فتره اطول على النقطه دي. لكن ده اقتصاديا خلاني بشتغل بجهاز واحد، ما بروحش على بيز ستيشن واودي جهاز يروح يقف على النقطه الثابته واكون عارف احداثياتها و لا، انا جالي حاجات كتيره قوي. التكنيك دوت بدا ناس كتير تشتغل عليه النهارده. طيب دي لم يعني حاجه بسرعه كده، هو جوله في اجهزه المساحه، الاجهزه التقليديه ان انا عندي جهاز وترايبود واقف وبتاع ومش عارف ايه. لا بعد كده قالت لك لا، احنا كل حاجه دلوقتي بقت موبايل. بقت يعني من ساعه ما عملنا الموبايل التليفون الموبايل بقى كل حاجه دلوقتي عاوزين نخليها موبايل. طيب ماشي، بتوع المساحه برضه نفس الكلام، يعني اشمعنى احنا اللي مش هنعمل موبايل؟ فاول حاجه اتعمل مثلا الموبايل جي بي اس. جي بي اس بتتحط في شنطه وتركبه على ظهرك كده اهوت وتفضل ماشي في المنطقه اللي انت عاوز ترفعها. عامل واحده ها؟ عامل واحده هنا؟ لا مش هنا، كلفتني 400 جنيه بتتباع في التوكيل ب 1000 دولار. الشنطه زي ما انا عملت الشنطه بالتجهيز ب 400 جنيه. فهنا في اللحظه دي بشتغل كايماتيك، يعني بشتغل ان انا فعلا معايا جهاز وحطه على ظهري واحد مثلا المنطقه اللي انا عاوز ارفعها انا ماشي في خطوط كده اهوت رايح جاي في كل لحظه من اللحظات باخد اشاره الجي بي اس وبسجلها في الجهاز بتاعي. ممكن يا اما ان اشتغل بي بي كي بعد ما بخلص خالص برجع المكتب واعمل بروسيسنج، او ان انا اشتغل ار تي كي لو عندي وحده راديو مع النقطه الثابته. بس هي الفكره كلها ان بقى موبايل خلاص، يعني بقت حاجه صغيره، وخاصه في مناطق كمان ما كناش بنقدر ندخلها بالجهاز الاساسي، يعني الشوارع الضيقه والحضاري الضيقه والكلام دوت. لا الجهاز دوت سهل حاجات كتيره قوي. الليزر سكانر او الموبايل مابينج سيستم برضه اتعمل منه فيرجن موبايل. يعني الليزر سكانر بركبه واحطه جوه الشنطه اركبه. واحد يعني انا شفت مره كده اهوت واحد كان راكبه على موتوسيكل، انا سايق الموتوسيكل بتاعي ولابس الشنطه وطول ما انا ماشي الليزر سكانر شغال وعمال يجيب لي داتا على حتى الشوارع الضيقه والمناطق العشوائيه والكلام ده. لا اصبح رصدها النهارده بسهوله جدا. فدي من ضمن برضو التطورات اللي حصلت في اجهزه المساحه في الفتره اللي فاتت. بدل الموبايل كمان ده في ناس وصلت الى الهاند هيلد، يعني عاوز جهاز امسكه في ايديا. الموبايل يعني شنطه وبتاع ومش عارف ايه، لا ده انا عاوز بعض التطبيقات بتحتاج حاجه بسيطه كده اهوت ممسوكه في الايد، فسميناه الهاند هيلد. من اول الجي بي اس هاند هيلد، وده كان من زمان مثلا جهاز جي بي اس وماسكه في ايديا قد التليفون بتاعي قد الموبايل بتاعي، وحتى ممكن على الشاشه بتاعتي احط عليه خريطه وبتاع مش عارف ايه، بحيث ان انا واقف كده الجهاز بيشتغل بياخد اشاره القمر الصناعي بيحسب احداثيات بيقول لي انا فين على الخريطه دي. ده اللي احنا بنعمله النهارده بالموبايل العادي. يعني بعد ما عملنا الخريطه الرقميه ونزلناها على اجهزه الموبايل، قبل كده ما كانش الكلام ده متاح، كنا بنشتري جهاز الهاند جي بي اس اللي اقدر امسكه في ايدي. في الهاند ليزر سكانر برضه لو انا جوه منطقه مثلا شقه ولا مصنع متقفل ولا اي حاجه مش عاوز دقه عاليه، فهي خليني اروح اجيب جهاز الليزر سكانر الكبير وبتاع مش عارف ايه، اتعمل لي موبايل ليزر سكانر صغير كده هو تقدر وانا واقف يرفع لي الحته اللي انا فيها من اولها لاخرها. طبعا الدقه مش عاليه بس في ابلكيشن كتير مش عاوزها دقه.
برضو الليزر سكانر بيقيس المسافات بس، وده يمكن في شركات المقاولات او شغل الانشاءات ولا اي حاجه. انا عاوز اعرف الاوضه دي طولها كام وعرضها كام، مش لازم اجيب شريط، جهاز صغير في ايدي بعمل كده اهوت، بيقول لي ده كده 5 متر، ده كده 7 متر، ده كده وهكذا. فالحاجات كلها بقت سريعه من الناس او الابلكيشن اللي عاوزه تطبيق سريع وما يهموش الدقه الكبيره المطلوبه. طبعا كل التطور اللي حصل في اجهزه المساحه لازم يصاحبه تطور في السوفت وير. انا مش معقول عمال احدث في الجهاز واضيف عليه امكانيات والسوفت وير بتاعي لسه زي ما هو. فزمان كان بيبقى عندي سوفت وير للميزانيه، سوفت وير للجي بي اس، سوفت وير للتوتال ستيشن، 5-6 سوفت وير وبشغلهم كلهم واقعد اتنقل من جهاز لجهاز. لا النهارده قال لك لا، طب ما زي ما عملنا لك جهاز بيعمل كل حاجه لازم اعمل لك كمان سوفت وير بيعمل كل حاجه. فبقى في السوفت وير النهارده، وانا مجرد بدي مثالين فقط لا غير، ما بعملش دعايه لشركات معينه، زي مثلا تريمبل عندها تي بي سي، تريمبل بزنس سيل اوفيس، لايكا عنده ال جي او، لايكا جيوماتيك اوفيس. ده سوفت وير واحد لكن بيقدر يعمل لي بروسيسنج للجي بي اس، للميزانيه، التوتال ستيشن، الدرون، اللايدار، الليزر سكانر، الموبايل مابينج سيستم. يبقى هو سوفت وير واحد بستخدمه ايا كان الجهاز او الطريقه اللي انا جمعت بيها الداتا. اقدر ان انا لو عندي اكتر من حاجه سوفت وير واحد بيقدر يدمج ما بين كل الحاجات ديت عشان في الاخر يبقى عندي اللي بنسميها انتجريتد داتا بيز، كل الداتا اللي عندي سواء من ميزان او من توتال ستيشن او من درون او كلها بتتحط في مشروع واحد يقدر يعمل بروسيسنج على كل الداتا واطلع في الاخر بداتا بيز واحده. طيب دي الرحله بتاعتنا من كل اجهزه المساحه من بدايتها لغايه مثلا من سنتين ثلاثه اللي فاتوا. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يعني هو مش معقول التطور هيقف. لا الناس من دلوقتي بتفكر تبدأ يحصل بعد كده. اول حاجة ان الاجهزة دقتها هتزيد وتمنها هيقل. النهاردة الليزر سكانر لو انا مثلا بشتريه ب100,000، لا في خلال 5-6 سنين هيبقى ب50,000. جي بي اس لو وصل النهاردة ثمنه مثلا 300,000 جنيه في خلال 5-6 سنين ممكن ينزل 50%. دلوقتي يبقى هينزل اكتر من كده. وفي نفس الوقت الدقه بتزيد. يعني جي بي اس ما بنتكلمش بقى على الواحد ملي، لا ده في خلال كام سنه هتبص تلاقي اجهزه جي بي اس هتتكلم على كسر الملي. الدقه ممكن توصل لكسر الملي. اما كنا بنتكلم على السايز ليفل كنا بنقول الاجهزه اللي موجوده في السوق النهارده بتديني 0.2 من الملي. لا في خلال 5-6 سنين هيبقى 0.2 ده رقم يعني ضعيف قوي، يعني ده ممكن انزل ل 1/1000 من الملي. التقنيات ذات نفسها في تصنيع الاجهزه ذات نفسها التقنيه بتزيد، فبالتالي الدقه متوقع ان هي تزيد. الفتره اللي جايه برضو هيزيد الاعتماد قوي 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 على حاجتين، الليزر سكانر والدرون. يعني الاجهزه التقليديه هيبدا يقل الاعتماد عليها في مشاريع المساحه. طبعا الدرون في مصر لا يعني لغايه ما صرحوا بيها بس وكده، لكن على المستوى العالمي احنا بنتكلم على ان الفتره اللي جايه الليزر سكانر هيتوسع جدا جدا في التطبيقات المساحيه، واستخدام الدرون او الطائرات بدون طيار برضه هيبقى ليها ابلكيشن اكتر. هقدر اوصل لبيج داتا، كميه البيانات بتاعتي هتبقى ضخمه جدا جدا. كنا بنتكلم على الليزر سكانر بيبعت 1,000,000 وحدة أو رصدة في الثانية. فكم البيانات ديت وده الوضع الحالي، قدام شوية هيبقى كم البيانات دي أكتر من كده، محتاجة سوفت وير يعالج الكلام دوت، وبالتالي هوصل لدقة أحسن بكتير. وكل شوية السنسور اللي أنا بشتغل بيها ديت سواء ليزر سكانر أو كاميرات او جي بي اس كل شويه الشيبس بتاعتها تكنولوجيا
بتزيد وتمنها بيرخص. يعني اي حاجه في الدنيا كل ما بزود الانتاج بتاعها كل ما تمنها يرخص، وكل ما هعتمد على الاجهزه المساحيه الحديثه هتتباع اكتر تمنها يبدا يقل. الدقه بتاعه الجي بي اس او الجي ان اس اس هتزيد بدرجه كبيره قوي. يعني كنت لسه بتكلم بقول التريبل دي عشان اوصل لمثلا دقه السنتي محتاج اقف بالجهاز على الاقل 3 ساعات. لا، في ماثيماتيكال موديل شغالين فيها الناس دلوقتي وكده، بحيث ان انا ممكن اوصل لدقه السنتي لو انا وقفت مثلا ربع ساعه. يبقى لو معايا جهاز واحد وقفت لمده ربع ساعه الجهاز ده يقدر يديني دقه 1 سنتي او 2 سنتي. بس ده كل دوت لسه اندر ديفلوبمنت. الكلاود بيس بروسيسنج، كم الداتا الكبيره اللي عندي مش معناه ان انا لازم الكمبيوتر بتاعي يبقى امكانياته قويه و و و لا، ده الاتجاه العالمي دلوقتي. اي داتا بتبقى عندك تبعتها لل اقولها ايه، مش عايز اقول السحاب، يعني محدش يبعت داتا للسحاب. كلاود يعني سحاب. هو كمبيوتر تخيلي، يعني كمبيوتر تخيلي على مستوى العالم كده. كل اجهزه الكمبيوتر المتوصله بالانترنت، انا لو خدت من كل جهاز 5% من امكانيات الجهاز نفسه، تخيل في 100 مليون جهاز متوصلين على الانترنت، وهاخد من كل واحد فيهم 5% من الرام بتاعته، هيعمل لي رامات ضخمه جدا. اقدر ان انا اشغل الحاجات الصغيره دي او الجزء الصغير ده انه يعمل بروسيسنج لكم داتا ضخم جدا جدا جدا. بالتالي انا لما ببعت للانترنت الحاجه دي، انا ما بشتغلش على الكمبيوتر بتاعي الحالي اللي انا قاعد عليه بامكانياته هو، لا، ده انا كاني بشتغل على 100 مليون كمبيوتر بامكانياته. فبالتالي البروسيسنج هيبقى اسرع بكتير، هقدر ان انا اشتغل على كم داتا ضخم جدا. بالنسبه للريموت سنسنج برضو المتوقع في خلال الفتره اللي جايه، مش معتز اهلا يا اكتر مني، يعني الكاميرات النهارده احنا وصلنا لريزولوشن مثلا 30 سنتي مش كوميرشال. لا اعتقد في خلال الفتره اللي جايه في ناس بدات تتكلم على 5 سنتي، يعني داتا تبقى متاحه على الانترنت ريزولوشن 5 سنتي. و5 سنتي متاحه يعني معنى كده هو ان في 1 سنتي عسكري او اقل من 1 سنتي من الناحيه العسكريه، اللي هم ال 5 سنتي اللي هم هيدوني انا اشتغل بيه كمدني. فبالتالي الريزولوشن بتاعه الريموت سنسنج هتزيد بدرجه كبيره قوي. ده تقريبا الكام نقطه اللي الناس بتوع الجيوماتيك او الناس المساحه اللي بيفكروا فيهم دلوقتي، بحيث ان هم يطبقوا في خلال الثلاث اربع سنين اللي جايين. طب ده على المستوى العالمي. على المستوى المصري نعمل ان شبكه الكورس بتاعت هيئه المساحه تشتغل. شبكه الكورس عباره عن ايه؟ اللي ما يعرفش، يعني عباره عن 40 نقطه موجودين شغالين 24 ساعه. 40 عشان كده بسموهم كورس كونتينوس اوبريتنج ريفرنس ستيشن، اختصار كورس، او البعض بيقول دي اتش في ار اتش. ال 40 دول كان المفترض ان هيئه المساحه ساعه ما عملتهم ان اجيب الخطا بتاع الجي بي اس في كل لحظه وارجع اديه للناس، ابثه للناس سواء من انترنت او راديو او اي وسيله، بحيث ان الناس اللي بتشتغل في مصر مساحه لو هو عنده جهاز واحد هينزل يشتغل في اي حته في مصر، جهاز واحد هو مش محتاج بيز ولا اي حاجه، ويجي له الكوركشن اللي جاي من اقرب نقطه من النقط ال 40 دول، بحيث ان يوصل لجهاز واحد اقدر اوصل مثلا دقه 2 3 سنتي وانا شغال. ده كانت الهدف الاساسي لهيئه المساحه ساعه ما عملت الكلام دوت من 2011. لكن لغايه النهارده ما زال الامن القومي بيعترض على ان المحطات دي تعمل بس للكوركشن بتاعتها. على حسب معلوماتي ان في السنه اللي فاتت في تفاوض، يعني او الموضوع اتفتح مره ثانيه ما بين هيئه المساحه وما بين الامن القومي، ان هم غالبا ممكن مثلا في خلال سنه ولا حاجه يسمحوا بالشغل دوت، ان يبقى في بس للكوركشن من المحطات ال 40 دول. طبعا دي في مصر هيعمل يعني ثوره كبيره جدا في مجال المساحه،
هيوفر كتير قوي في المشروعات القوية. هشتغل بجهاز واحد واقدر اوصل لدقة سنتيمترات وانا واقف يعني ريل تايم في الفيلد ذات نفسه. انا الجهاز بتاعي شغال وبستقبل الكوريكشن من اقرب محطة ينزلني بدل ما كنت بتكلم في 2 3 متر هينزلني دقة 2 3 سنتي وانا واقف في المشروع بتاعي مباشرة. فنأمل ان شاء الله رب العالمين ان الكلام دوت يتحقق في خلال السنة او السنتين اللي جايين. عمل واحدة في العالمين. انا سمعت حد قال 42 بس انا اللي انا اعرفه هم 40. العالمين انا اعرف العالمين. بنتكلم طارق وده دي الاحداثات الجديده. ف يعني ارجو ان انا اكون ما طولتش عليكم في الحاجات التقنيه ديت عن اجهزه المساحه والتقنيات اللي احنا كنا زمان بنشتغل بيها والنهارده هنبدا نشتغل بيها والفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل فيها لغاية ما مالك بتاع ليزر سكانر يقولنا بقى القصة بالتفصيل شكلها ايه. شكرا.